adjusting interest. طبعا خدنا في الادجاستنج انترست، وريت لسيادتك ان احنا ازاي بنتعامل من خلال الجورنالايز انترست، وبعد الجورنالايز انترست ازاي ان انت بتعمل ترايل بالانس افتر ادجاستد، وعملنا بعد كده الانكم ستيتمنت والبالانس شيت افتر ادجاستنج انترست. ده الجزء اللي كان الجزء الاولاني اللي كان متعلقه في الكورس بتاعنا اللي هي فاينانشال اكاونتنج تو اللي هي الادجاستنج انترست. طبعا اخدنا موضوع تاني المحاضرة اللي فاتت، اتكلمنا عن الـ depreciation of fixed assets، وخدنا بطريقتين، مرة بطريقة الـ straight line method وازاي ان انت بتحسب الـ depreciation of fixed assets بطريقة الـ straight line method، وبطريقة الـ units of production اللي هي الـ declining method. طيب النهاردة ان شاء الله هناخد موضوع جديد عن الـ merchandising transactions اللي هي المعاملات اللي هي متعلقة بالـ merchandising اللي هي البضاعة. هنقرا مع بعض البروبلم اللي موجوده اللي ظاهر عند حضرتك اللي على الشاشه في مجموعه ترانزاكشنز، والمجموعه ترانزاكشن هنطلب في الاخر نشوف هو الريكوير طالب من سيادتك ايه. طبعا المساله هي قدام عند حضرتك على الشاشه، بيقول لك الاكزامبل بتاعنا، طبعا بيقول لك prepare journal entries to record the following merchandising transactions for both the seller and the buyer using periodic system. طالب من سيادتك ان انت تعمل journalize interest، ازاي تعمل how to recording by journalize interest the following merchandising transactions for both عن السيلر والباير، طبعا من خلال الشاري والبيع. السيلر تحت اسم S وباير اللي هو B using periodic system. طبعا دي مجموعة transactions اللي هو طبعا ظاهر عند حضرتك اللي على الشاشة. في 4 ماي اللي حصل 6 ماي 8 ماي 10 ماي 16 ماي 18 ماي 21 ماي 25 ماي. تعال نشوف في السوليوشن، ادي هو حضرتك انت بتعمل جورنالايز انترست، بتعمل سكادجول عباره عن السيلر اللي هو الاس والباير اللي هو البي. بتعمل طبعا حضرتك سكادجول عباره عن طبعا الديت، وبعد كده بتكتب الايتيمز وديبت كريدت، وهنا ايتيمز ديبت كريدت. يبقى كده حضرتك بتعمل تو جورنالايز انترست، مره للسيلر ومره للباير. بالنسبه للسيلر طبعا بتكتب هنا الديت، وبعد كده الايتيمز هنا، وبعد كده ديبت كريدت الناحيه الثانيه، ايتيمز ديبت كريدت. هنا معروف في الاكاونتنج لما بتيجي تعمل جورنالايز انترست عباره عن ديبت اند كريدت. طيب نشوف كده في اول ترانزاكشن، بيقول لك في 4 ماي اهو، بتكتب هنا بقى 4 ماي اللي حصل طبعا في الديت. بيقول لك هنا 4 ماي اللي حصل S sold 1500 LE of merchandise on account to B. Terms FOB طبعا shipping point number 45 invoice dated 4 ماي. بيقول لك معناه ان حضرتك ان هو بايع sold of merchandise، بيع بضاعة بكام 1500 اللي إيه، طبعا اس هو اللي بايع طبعا اللي هو بنسميه السيلر، وباعه لمين؟ لبي اللي هو الباير. فبالتالي طبعا الاس اللي هو بتمثل represents the seller، وطبعا البي اللي هي represents the ايه؟ represents the buyer. يبقى كده معناه حضرتك لما تيجي تعمل how to recording in the journalized interest، لما تيجي تعمل recording in the journalized interest تعمل recording ازاي بقى؟ حضرتك هنا بيقول لك اس sold، باع بكام 1500 of merchandise on account، بايع بضاعة على الحساب. طبعا هو لما بيقول لك you sold the merchandise and not collected by cash، لما حضرتك انت بتبيع وما بتكون not collected by cash بنسميها accounts receivable. ولما يقول لك you ايه بقى، لما يقول لك you sold مثلا، you sold قال لك you purchased the merchandise and not paid by cash، بتبقى accounts ايه؟ payable. فبيقول لك من وجهة نظر from the point of view by S، من وجهة نظر S، from the point of view by S، كده معناه S هو اللي بايع، وبالنسبة ل B from the point of view for B هو اللي شاري. فبالتالي لما بتيجي طبعا هنمسك الاول حاجة لما تيجي تعمل recording in the journalized interest طبعا من خلال السيلر، طبعا S هو اللي بايع اهو، هنا S هو اللي بايع sold the merchandise on account، يبقى كده معناها sold يبقى معناها ان هي sales، والsales في الاكاونتنج النيتشر بتاعها بيتحط في الديبت ولا في الكريدت؟ في الكريدت.
وفي الحالة دي بيقول لك ايه بقى هنا؟ قال لك هو بايع and not collected ايه؟ سوري and not collected by cash on account. on account يعني على الحساب، يعني معناه هو بايع بضاعة sold of merchandise on account على الحساب and not collected by cash. not collected by cash يعني على ان هي accounts receivable. account receivable يبقى كده انت ليك فلوس عند مين؟ بي. تمام؟ بكام المبلغ؟ which value؟ اهو الرقم اللي هو ظاهر عند حضرتك اللي هي 1500. اهي 1500 by debit and by credit 1500 Egyptian pounds. طيب ده من وجهة نظر from the point of view by seller. طب from the point of view by buyer، طبعا هنا، طبعا هنا بايع يبقى بالنسبة ل buyer ايه؟ شاري purchases، يبقى كده هنا السيلز credit النيتشر بتاعها، يبقى ال purchases النيتشر بتاعها by ايه؟ by debit. كام ال purchases which number؟ طبعا هو the same number. كام؟ 1500. وطبعا هنا بيقول لك you purchases and not paid by cash، يبقى بنسميها على انها accounts payable وهو عليه فلوس عند مين؟ عند S. بكام؟ بال 1500 Egyptian pounds. كده خلصنا اول transaction. طيب السكند ترانزاكشن نقرا كده مع بعض. السكند ترانزاكشن بيقول لنا ايه يا حضراتكم؟ السكند ترانزاكشن بيقول لك في 6 ماي بي باي ترانسبورتيشن تشارجز اوف 30 LE اون ذا ماي فور بيرتشيز فروم اس. بيقول لك ان بي دفع الفلوس اللي عليه بي، نركز بقى نخلي بالك بي يعني باير، عند الباير دفع الفلوس اللي عليه باي ترانسبورتيشن، دفع مصاريف نقل، ماشي دفع مصاريف نقل طبعا transportation charges بكام؟ ب 30 LE طبعا من خلال اللي هو اشترى، طبعا الايه اشترى من اس، اشترى المرشندايز ان اس. يبقى كده في الحاله دي لما تيجي تعمل الايه الترانزاكشن هنا بالنسبه للسيلر مش هيبقى طبعا هنا في 6 ماي هيبقى نو انتري، ان مش هيبقى في انتري عندك، ان هو بيتكلم عن مين؟ بي هو اللي دفع، بي بيد ترانسبورتيشن. فبالتالي لما هيبقى بي paid transportation يبقى كده لما تيجي تعمل how to record in the journal by B يبقى هو هتقول transportation in ب 30 المبلغ اللي هو المفروض هيدفع فيه مصاريف اهي حضراتكم مصاريف النقل كام؟ 30، وهيدفع فلوسه by ايه؟ طبعا اكيد transportation هيدفع، يبقى هيدفع الفلوس by ايه؟ by cash. هو بيتكلم عن مين هنا؟ عن B، ما جابش سيرة مين؟ ما جابش سيرة S، فبالتالي يبقى هنا هيبقى no entry. تمام؟ طيب يبقى كده حضرتك انت بتعمل تو جورنالايز انترست، مره الاس بالنسبه للسيلر ومره البي بالنسبه لباير. كده خلصنا السكند ترانزاكشن. طبعا العمليه الثالثه السير ترانزاكشن في 8 ماي، اهو حضرتك هتكتب هنا في 8 ماي ايه اللي حصل في 8 ماي بقى؟ ها بيقول لك سولد، باع سولد 1000 LE اوف ميرشندايز اون اكاونت تو بي تيرمز FOB طبعا destination، destination اللي هو المكان المقصود اللي انت اللي انت هتبيع المكان اللي انت هتبيعه، رقم النمبر 30، invoice date بكام؟ بتاريخ يوم كام؟ May 8. طبعا هتكتب عندك هنا في May 8 اهو، طبعا هنا اهو في May 8 اللي حصل هو اهو اس باع بضاعه على الحساب اهو يو سو اس sold of merchandise on account. يبقى كده معناه from the point of view by S. يبقى كده معناه sales or purchases. sales والsales النيتشر بتاعها debit ولا credit؟ credit. وبيقول لسيادتك ايه بقى؟ so is sold of merchandise on account يعني معناه ان هو ايه؟ بيقول لك ان انت بايع you sold of merchandise on account يعني معناه ان انت not collected by cash. not collected by cash يبقى that means is accounts ايه؟ accounts receivable. اهو يبقى accounts receivable by debit طبعا اللي هي فلوس عند مين؟ عند بي. طبعا by وفي الكريدت بتكتب by sales. بكام المبلغ which number اللي هو طبعا ظاهر عند حضرتك في يوم May 8 بكام؟ اهو 1000 اهو 1000 يبقى 1000 ده من وجهة نظر الايه السيلر from the point of view by seller. طب from the point of view by buyer يبقى العكس، يبقى هنا ده بايع يبقى التاني ايه؟ شاري purchases. يبقى ال purchases النيتشر بتاعها debit ولا credit؟ debit. السيلز credit، ال purchases debit. debit وبيقول لك you purchases هو شاري و and not paid by cash. not paid by cash يبقى that means is accounts ايه؟ payable. accounts payable لمين؟ S بكام؟ which number؟ اللي هي 1000 by debit and 1000 by credit.
ندخل في العملية اللي بعدها after the transaction. في May 10 قال لك is paid, is طبعا is paid دفع a transportation cost of LE 50 for delivery of merchandise sold to be on May 8. Again, يبقى بيقول لك هنا May 10 is paid transportation cost of LE 50 for delivery of merchandise sold to be on May 8. يعني اس دفع مصاريف نقل بكام؟ ب 50 لثمن البضاعة اللي هو كان باعها لمين؟ لبي. يبقى اس دفع هيدفع مصاريف النقل طبعا من خلال 50 ايه؟ Egyptian pounds. يبقى هنا طبعا حضرتك هتكتب هنا ان هو بيتكلم من وجهة نظر مين هنا في الحالة دي؟ بيتكلم هنا عن اس، ما بيتكلمش عن بي. هو بيقول لك اس هيدفع اس باي ترانسبورتيشن كوست مصاريف نقل بكام؟ اوف 50 ايجيبشن باوندز ال اي فور ديليفري اوف مرشندايز سولد تو بي اون ماي 8. فبالتالي يبقى هنتكلم عن من وجهه نظر اس، يبقى فروم ذا بوينت اوف فيو باي اس طبعا ترانسبورتيشن كوست اهو، يعني مصاريف بنسميها ترانسبورتيشن اوت، بتتسجل هاو تو ريكوردنج ان ذا جورنال، وبيدفع فلوسه باي كاش بكام؟ ب 50. هنا في الحالة دي طبعا من وجهة نظر from the point of view by B مش هيبقى فيه no entry، ان هو كان بيتكلم عن مين؟ عن هنا عن S. S paid ما تكلمش عن B خالص، فبالتالي هنا مش هعمل لها journalized interest بالنسبة للباير اللي هي for B. طيب اللي بعده طبعا after transaction، اهو after transaction بيقول لك في 16 May is issued $200 LE credit memorandum for merchandise returned. Memorandum for merchandise returned. Memorandum يعني مذكرة ائتمان. Credit memorandum مذكرة ائتمان. بيقول لك في يوم 16 في May 16 S المفروض هي ايه issued هيصدر المفروض $200 LE credit memorandum مذكرة ائتمان for merchandise returned للبضاعة اللي رجعت. The merchandise was purchased by B on account on May on May 8. بيقول لك ان البضاعة اللي هو اشتراها B على الايه على الحساب. فهو كده في الحالة دي بيقول لي سيادتك ان في بضاعة رجعت merchandise return. فاحنا هنتكلم عن من وجهة نظر B من وجهة نظر S هيكون هنا في الحالة دي هنسميها sales return، ومن وجهة نظر B هتبقى purchase return. ازاي يا شباب بقى؟ هنا طبعا بيقول لحضرتك هنا في 200 جنيه رجعوا 200 اهو في 16 ماي، قال لك ان في 200 المفروض رجعوا من خلال بضاعة رجعت. معنى كلمة return معناه عشان نبقى عارفين معنى كلمة merchandise return معناه that means bad goods or goods that we don't need so we return it back. Again يبقى what is the meaning of merchandise return معناها bad goods يعني بضاعة بايظة or goods that we don't need انت بضاعة انت مش محتاجة so we return it back ورجعت لك تاني. فبالتالي حضرتك merchandise طبعا return، فاحنا هنشوف على حسب كل واحد من وجهة نظر from the point of view by seller و from the point of view by buyer. بالنسبة لل from the point of view by buyer اللي هو سوري باي سيلر اللي هو من خلال الاس طبعا من خلال البايع اس هو بايع، فبالتالي لما تيجي تعمل how to recording in the journalized interest كده في الحالة دي السيلز اساسا النيتشر بتاعها ديبت ولا كريدت، او لو جينا بصينا على ترانزاكشن السيلز اساسا النيتشر بتاعها ديبت ولا كريدت كريدت. لما يجي معاك بقى هنا في الحالة دي لما يقول لك merchandise return بضاعة رجعت تعكسها الريتيرن تبقى عكس طبعا بتعمل the reverse of a sales. السيلز كريديت يبقى الريتيرن بتاعها تبقى ايه ديبت، البيرتشيسز ديبت يبقى الريتيرن بتاعها ايه كريديت. هنا في الحاله دي هنا السيلز كريديت يبقى الريتيرن بتاعها يتحط فين في الديبت. يبقى السيلز ريتيرن يبقى لما تيجي تعمل هاو تو ريكوردنج ان جورنالايز انترست بتقول سيلز ريتيرنز اند الاونسز اهو في الديبت بتكتب سيلز ريتيرنز اند الاونسز بكام ب 200 احنا بنتكلم من وجهه نظر فروم ذا بوينت اوف فيو باي ايه باي سيلر اللي هو مين اس sales returns and allowance بكام المبلغ اللي رجع ب 200.
طبعا اهو بال 200. طبعا لمين؟ طبعا الفلوس دي مين اللي هيتحملها؟ الاكونت ايه بقى؟ او الاكونت ريسيفابل، هتقفلها مع الاكونت ريسيفابل باي بي بكام؟ ال 200. خلاص، مش هو قال لك ان في بضاعه رجعت؟ اه بضاعه رجعت، فبالتالي حضرتك انت هتخصمها من الاكونت ريسيفابل. تمام، في بضاعه رجعت للمخازن، فالبضاعه لما رجعت من وجهه للمخازن من وجهه نظر السيلر طبعا هتتخصم من الاكونت ريسيفابل. فبالتالي هنا يبقى لما تيجي تعمل how to recording in the journalized interest هنقول sales returns and allowances by debit and by credit هتتخصم من accounts receivable اللي هي عند بي بكام؟ بال 200. طيب من وجهة نظر from the point of view by buyer، by buyer بالنسبة لبي هتبقى هنا في الحالة دي طبعا ال purchases debit، يبقى ال return بتاعها بالايه؟ credit، بنسميها purchases returns and allowances. بنسميها ايه يا شباب؟ في الكريدت بيرتشيزز ريتيرنز اند الاونس من وجهه نظر الباير. طبعا هنا الحاجات اللي رجعت طبعا هو اللي ايه؟ هو اللي رجعها، فبالتالي يبقى هنا البيرتشيزز ديبت، يبقى الريتيرن بتاعها كريدت، بنسميها بيرتشيزز ريتيرن اند الاونس. هتتخصم منين؟ من الاكونتس بيبل. هتتخصم منين يا شباب؟ هتتخصم من الاكونتس بيبل عند اس بكام؟ بال 200. يبقى كده حضرتك انت عملت مره من وجهه نظر from the point of view by seller and from the point of view by buyer. طيب ندخل بقى على الانتري اللي بعدها، بيقول لك 18 ماي اللي حصل is received payment from B for purchase of May 8. بيقول لك في يوم 18 مايو، May 18 اهو هتسجلها عندك، في May 18 اللي حصل في May 18؟ قال لك اهو اس ريسيفد، استلم الايه؟ الفلوس اللي عليه payment for payment from B for purchases on May A on May 8. يبقى كده خلاص، يبقى دفع الايه؟ استلم الفلوس اللي كان ليه. هو المفروض اس ليه فلوس وبي دفع الفلوس اللي ايه؟ اللي عليه، من اللي هو البضاعة اللي هو اشتراه. فبالتالي يبقى التوتال كام يا شباب؟ كده بقى لما نيجي نجمع هنا يبقى التوتال، يبقى التوتال كده كام على بعض؟ هو هنبص كده في المسألة تمام؟ بتاريخ يوم كام؟ هو قايل لك هنا حتى محدد لك التاريخ الديت من أول يوم كام؟ 8 مايو أهو، من أول 8 ماي. هتبص عندك من أول في السليوشن من أول 8 ماي أنت بايع بكام؟ 1000. خلاص؟ إيه بقى؟ 1000 تمام؟ ده البضاعة اللي أنت بعتها رجعت لك منه كام؟ 200. يبقى المبلغ المفروض اللي ليك كام عنده؟ المبلغ المفروض اللي هتستلمه كاش 800. يبقى اجين، يبقى حضرتك بيقول لك هنا في المساله اهي قدام سيادتك في May 18 is received payment from B for purchase of May 8. بيقول لك ان اس هيستلم الريسيفد ايه بقى؟ هيستلم الفلوس البضاعه اللي هو كان بايعها من بي، المفروض البي البضاعه اللي هو كان شاريها من ايه؟ من اس، بتاريخ يوم كام؟ 8 ماي، ماي 8. هتبص عندك هنا في الحل في ماي 8 انت البضاعه اللي انت كنت بايع المرشندايز عندك، المرشندايز نفسها انت كنت بايع المرشندايز بكام؟ ها قال لك يو سولد ذا مرشندايز ويتش فاليو 1000 تمام، والبضاعه اللي رجعت من المبلغ كام؟ 200. يبقى المبلغ الباقي كام؟ 800. طبعا حضرتك اخدت فلوسك من وجهة نظر from the point of view by seller cash، وطبعا هنا لما تيجي تسلمه طبعا فلوسك by cash هتعمل closing مع الايه بقى؟ مع الاكونت ريسيفبل، الناس اللي كانت ليها فلوس خلاص دفعت الفلوس اللي عليها by ايه؟ by cash. يبقى لما تيجي تعمل how to recording in the journalized interest الكاش في الديبت، وبتعمل لها closing by account receivable in B. وبالنسبة from the point of view by buyer يبقى هو هيدفع الفلوس باي كاش، هنا الكاش كان ديبت، يبقى الكاش هنا الناحيه الثانيه هتبقى كريدت، وهيعملها كلوزنج مع الاكونتس بيبل، الفلوس اللي كانت عليه خلاص ايه بقى؟ دفعها، خلاص دفع الكاش اللي عليه. فبالتالي يبقى شكل الانتري اكونتس بيبل، الفلوس اللي عليه خلاص قفلها مع الكاش بالكام؟ بال 800. تمام كده يا شباب؟ طيب 21 ماي اهو، هتكتب هنا في 21 ماي اللي حصل في 21 ماي، قال لك اس sold 2400 LE of merchandise on account to B. Terms FOB shipping point مصاريف بيقول لك من احد shipping point اللي هي بيتقال عليها نقاط الشحن
2 اوفر 10، وهقول لسيادتك يعني ايه 2 اوفر 10، ان 2 اوفر 10 ده هنستخدمها في الخطوه اللي بعديها. نمبر، ومدي لك هنا رقم النمبر، اسم النمبر اللي حضرتك مقيدها عنده اي او ام، ترانسبورتيشن كوست، وفي ترانسبورتيشن كوست هيدفعها بكام؟ 100. نمسك مع بعض خطوه خطوه كده ونقرا الايه الترانزاكشن عشان نحولها لشكل ايه جورنالايز انتري. طبعا هنا بيقول لك في 21 ماي، اهو هتكتب عند حضرتك هنا في 21 ماي ايه اللي حصل. اس سولد 2400 اوف مرشندايز اون اكاونت، ايه اس باع بضاعه على الايه على الحساب. طبعا فروم ذا بوينت اوف فيو باي سيلر، طبعا سولد يبقى دي سيلز ولا بيرشيز، السيلز والسيلز النيتشر بتاع ديبت ولا كريدت، كريدت صح ولا لا. وهنا بيقول لك هنا اون اكاونت، اون اكاونت بالنسبه للكريدت باي سيلز يبقى كده هنسميها اكاونتس ايه ريسيفابل، اهي اكاونت ريسيفابل بي، وهعملها كلوزنج باي ايه باي سيلز. طبعا ليه باي سيلز؟ عشان هو بيقول لي سيادتك هو ايه باع، قال لك هو سولد، سولد 2400 ال اي اوف ميرشندايز اون ايه اون اكاونت على الحساب. ولما يبقى اون اكاونت يعني معناه ان هو ايه يو اي سولد اند نوت كولكتد باي كاش، نوت كولكتد باي كاش بيسميها على انها اكاونتس ايه يا شباب اكاونتس ريسيفابل، اهو بنكتبها على انها اكاونتس ريسيفابل باي ديبت اند باي كريدت ان ايه ان سيلز. كام النمبر ويتش فاليو اللي هو الرقم اهو ظهر عند حضرتك ال 2400 2400. طب ومن وجهة نظر from the point of view by buyer، ها ده بايع يبقى التاني ايه شاري، ولما بيجي يشتري ال purchases تبقى debit ولا credit؟ debit، ان معروف ان السيلز ال nature بتاعها credit يبقى ال purchases ال nature بتاعها ايه debit. وهيقفلها مع الايه بقى، بيقول لك ايه، قال لك بيقول لك ايه معناه ان بيقول لك purchase you purchase the merchandise and not a and not paid by cash، not paid by cash يبقى معناها accounts ايه accounts payable، فبتعملها closing مع accounts ايه accounts payable. يبقى كده لما تيجي تعمل recording how to recording in the journalized interest from the point of view by buyer purchases in debit وفي ال credit accounts payable ايه for s كام ال number which value 2400 Egyptian pounds. طيب ده خلصنا الجزء الاولاني. الجزء الثاني قال لك في مصاريف ثانيه، مصاريف نقل transportation cost كام ايه 100، مصاريف نقل طبعا من ثمن البضاعه اللي هو اشتراها طبعا بتتسجل عند الباير او ترانسبورتيشن ان باي ديبت، وطبعا حضرتك لما تدفع مصاريف نقل بتدفع فلوس باي ايه باي كاش. قال لك في مصاريف بتدفع اهو تكاليف نقل، في عندك مصاريف نقل بتدفع ترانسبورتيشن كوست بال 100 ثمن البضاعه اللي هو اشتراها. مين اللي اشترى، بي ولا اس؟ بي، بي اللي هو مين، السيلر ولا الباير؟ الباير اهو عند الباير اهو ال 100 ترانسبورتيشن ان، وطبعا دفع الفلوس باي كاش بال 100 طبعا. طب بالنسبه للسيلر مش هيبقى فيه انتري خالص، ان هو ايه هو ما اتحملش باي تكلفه، مين اللي اتحمل التكلفه اللي هو مين اللي هو الباير. طيب اخر ترانزاكشن ذا لاست ترانزاكشن، فقال لك في ماي 25 اهو في ماي 25 ايه اللي حصل، قال لك اس ريسيفد بيمنت فروم بي فور بيرتشيز اون ماي 21 اهو. بص عند 21 بيقول لك اس بقى هيستلم الايه الفلوس، ها هيستلم الفلوس اللي ليه من ثمن البضاعه اللي هو كان بايعها لمين، لبي، ومن خلال بي اللي هو كان شاري من مين، من اس. طب بتاريخ يوم كام، قال لك اهو التاريخ اللي عندك الديت اللي ظهر عند حضرتك في ماي 21 اهو في اليوم اللي ترانزاكشن اللي قبله، حضرتك هتكتب اهو ماي 25 طبعا هيستلم فلوسه باي كاش. طب هو المفروض اساسا ان هو كان بايع بكام، ب 2400، راح عمل معاه ديسكاونت، عمل معاه ديسكاونت 2 اوفر 10، 2 اوفر 10 يعني معناها ايه 2% 20% يعني 2% يعني 2 اوفر 10 يعني هو عباره عن 2 ايه 2 ايه يعتبر 2 من 10 يعني 2 اوفر 10 يعني 2 من 10 يعني هو اداله عمل له ديسكاونت على البضاعه اللي هو كان بايعها اللي كان بايعها له كام 2% بالنسبه لايه من وجهه نظر from the point of view by ايه by seller. طب بالنسبه from the point of view by buyer هيتعمل له برده ايه، هيتعمل له ديسكاونت بثمن البضاعه اللي هو اشتراها اللي هو اشتراها من مين، اشتراها من اس. فبالتالي ما حضرتك اهو لما تيجي تعمل ريكوردنج جورنالايز انترست اهو اتعمل له ديسكاونت كام في الميه او 2% 2% يعني 2 اوفر 10، 2 اوفر 10 يعني 0 بالكالكوليتر 0 او 2 0 او 2 مالتي بلاي
2400 ايكوال كام؟ 48. يبقى الديسكاونت حضرتك اللي اتعمل له خلاص اهو، سيلز ديسكاونت اهو، السيلز ديسكاونت اللي اتعمل له 48 من ثمن البضاعة اللي هو بايعها. بالبلدي كده يا شباب من الاخر، هو بيقول حضرتك، هو بيقول لك ان اس كان بايع لمين؟ بايع ل اس كان بايع لبي، اس سولد 2400 ال اي اوف ميرشندايز اون اكونت تو بي. عمل له ايه بقى لما جه باع له الميرشندايز اون اكونت؟ راح عمل له ديسكاونت. عمل له ديسكاونت كام؟ 2%. 2% يعني 2 اوفر 10. 2 اوفر 10 يعني هو معناه 0.00. 0.00 هتضربها في مالتيبلاي اور تايمز 2400، يبقى هيطلع معاك الديسكاونت كام؟ 48. يبقى كده انا اتعمل له السيلز ديسكاونت 48 من الكام المبلغ؟ من ال 2400. يبقى كده المبلغ هاخد كاش، من هاخد الكاش كام منه؟ انا المفروض انت بايع له بكام؟ بايع له بال 2400 وهخصم منه الديسكاونت 48، يبقى المبلغ اللي هيتبقى معاك كام؟ اهو ال 2352 باي كاش. يبقى حضرتك اهو الكاش اللي حضرتك، الفلوس اللي هتستلم من فروم ذا بوينت اوف فيو باي سيلر اللي هو بالنسبه لاس، هيطلع المبلغ اللي هتستلمه كام منه؟ 2352، وعملت له السيلز ديسكاونت 48، يبقى التوتال هما الاثنين على بعض يطلع المبلغ كام؟ 2400 من الايه؟ من الاكونت ريسيفبل. عملت لها كلوزنج من الاكونت ريسيفبل اللي هو مي، اللي هو بي، اللي هو اساسا اس ها كان بايع لبي، وانا ليا فلوس عند مي اكونتس بيبل كام؟ 2400. خلاص اخدت الفلوس باي كاش، يبقى حضرتك هتعمل كلوزنج مع الاكونتس ريسيفبل بكام الرقم؟ بال 2400 ايجيبشن باوندز. ده من وجهه نظر فروم ذا بوينت اوف فيو باي سيلر. طب فروم ذا بوينت اوف فيو باي باير، هنعكس بقى هنا الكاش بدل ما هيبقى ديبت هيبقى ايه؟ الكاش هيبقى كريدت. كام المبلغ؟ اهو ال 2352. طبعا انا اتعمل له ديسكاونت كام بقى؟ اهو الديسكاونت هتبقى في الكريدت بيرتشيسز ديسكاونت 48، يبقى المبلغ التوتال كله على بعض هيبقى 2400 اللي حضرتك عملته كلوزنج مع الاكونتس بيبل باي ايه؟ باي اس. يبقى الديسكاونت، يبقى هنا يعتبر الديسكاونت من وجهة نظر السيلز، من وجهة نظر السيلر الديسكاونت ده تعتبر ايه؟ لوس ولا بروفيت؟ تعتبر لوس. فبيسمى عندك اللوس اساسا النيتشر بتاع ديبت ولا كريدت؟ ديبت. عشان كده بيسموه الخصم المسموح به. اما البيرشيسز ديسكاونت بيسميها الخصم المكتسب، الخصم المكتسب من خلال ثمن البضاعه اللي انت شاريها وتعمل لك ديسكاونت، فبالتالي ده يعتبر بروفيت، والبروفيت اساسا النيتشر بتاع ديبت ولا كريدت؟ كريدت. عشان كده هنا البيرشيسز ديسكاونت اتسمى عندك في الكريدت، والسيلز ديسكاونت هنا اتسمى عندك في الديبت. ليه السيلز ديسكاونت سمى عندك في الديبت؟ عشان هو بايع خلاص وعمل للراجل ديسكاونت اهو، اس باع لمين؟ لبي، وعمل له ديسكاونت، فالديسكاونت من وجهة نظر اس ده يعتبر لوس، فاللوس اساسا النيتشر بتاعها ديبت، عشان كده حطيناه في الديبت على انه سيلز ديسكاونت. طب ومن وجهة نظر بي ها الديسكاونت ده يعتبر ايه؟ مكسب بالنسبه له، فالمكسب اساسا النيتشر بتاعها كريدت، فعشان كده اهو حطيناه البيرتشيسز ديسكاونت باي كريدت 48. يبقى كده من المبلغ اللي انا اشتريت منه، المفروض انا كنت هشتري منه ب 2400، اتعمل لي ديسكاونت 48، يبقى هدفع الفلوس كاش بكام؟ ب 2352. كده يعتبر المحاضره النهارده اتكلمنا عن المساله جورنالايز انترست، ازاي تعمل هاو تو ريكوردنج باي جورنالايز انترست من خلال فروم ذا ميرشندايزنج transactions، المعاملات المالية اللي هي متعلقة، المعاملات اللي هي related بالmerchandising for both the seller and buyer. وشكراً.